السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد التورطه. هادي من اسهل التورطات اللي ممكن انكم تحضروهم، واخا تكوني مبتدئه وعمرك ما وجدتي شي طرطه غادي تنجح معاك ان شاء الله. والاهم انها اقتصاديه، سهله التحضير وبنينه بزاف. المهم ندوزو دابا نشوفوا المقادير والطريقه. المهم المقادير ديال الكيكه البنات، غادي نحتاجو فيها هنايا كاس ونص ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، جوج بيضات، هنا عندي جوج ديال المعالق ديال الكاكاو، جوج معالق كبار، وهنا عندي الخميره ديال الحلويات، غادي ندير منها جوج ديال المعالق صغار، قياس ديال جوج خمارات. صافي، هادو هما المكونات. غادي ندوز دابا باش نخلطو الكيك ديالنا. غادي ندير البيض، جوج ديال البيضات، وغادي نزيد معاه، غادي نزيد معاه السنيده، وغادي نزيد معاه السكر فانيلي. صافي، ها هو طربت البيض مزيان. غادي نزيد دابا المكونات الاخرى، غادي نزيد الزيت والحليب، غادي نخلط. صافي، دابا غادي نبدا كنزيد الدقيق ديالي. نحيد ليا دوك الحبيبات. صافي، هنا خديت المول ديالي هكا ودهنتو بشويه ديال الزبده، وغادي ندير فيه الورق ديال الفرن. هذا اللي كيتباع بحال هكا داير، غادي نديرو في القاع، والجناب غادي نرش فيهم شويه ديال الكاكاو. صافي، ها هو المول ديالي واجد، وغادي نخوي فيه دابا الكيك ديالي. صافي، دابا غادي ندخل الكيكه ديالي طيب. غادي ندوز باش نوجد معكم الكريمه البنات. غادي نحتاج في الكريمه هاد الكريم شانتيي، انا عندي هادي ديال تونس، هي اللي لقيت، ما لقيتش ديال المغرب، ولكن راه بحال بحال، غير هو الفرق هادي كيجيو فيها جوج ديال الاكياس ديال الكريم شانتيي، يعني كيجيو فيها هكا جوج. المهم نتوما غتشوفوا الكريم شانتيي ديالكم، الكميه اللي مكتوبه في الباكيه ديال الحليب هي اللي غادي نديرو معاها. انا هنا غادي ندير جوج ديال الاكياس، كيجيو بحال هكا صغار، كيدار معاهم جوج كيسان ديال الحليب، ولكن انا غادي ندير معاهم غير كاس ونص، ما غاديش ندير جوج كيسان. غادي نخوي هذا الكيس الاول هما بجوج، وغادي نزيد معاها الكاس الاول ديال الحليب، وغادي نزيد عليه نص كاس. المهم هنا خديت واحد شويه ديال الحليب، غير كميه صغيره ديال الحليب، سخنتها مزيان، وغادي نديرها هنا في هاد الزلافه هادي. غادي نزيد عليها شويه ديال الشوكولا، ديت هاد النوعيه هادي فيها 50% كاكاو، كيجي زوين في المذاق ديالو، ما كيجيش حلو بزاف في الكريمه. صافي، الشوكولا ديالي راه دابت هانتوما، وخليتها حتى بردات شويه، مبقاتش سخونه. غادي نزيدها على الكريمه، وفي نفس الوقت غادي نشوف اللون، الا بانت ليا الكريمه شويه اللون ديالها باهت، غادي نزيدها شويه ديال الكاكاو، حيت بغيت الكريمه يجي اللون ديالها شويه غامق.
هانتوما اللون ديالها كيفاش جا. غادي نزيد نغمقه واحد شويه، غنزيد ليه شويه ديال الكاكاو. صافي هي الكريمه ديالي وجدات، غادي نديرها في الثلاجه وغادي نخليها حتى تبرد ليا الكيك. الكيك راها طابت، غادي نستناها حتى تبرد مزيان. صافي هنا الكيكه ديالي البنات خليتها حتى بردات مزيان، وقطعت ليها داك الوجه الفوقاني ديالها اللي كيجي شويه طالع، غير باش كتجيني الحلوه ديالي مقاده فاش كندير عليها الكريمه، كيجيو مستوى واحد. وبطبيعه الحال راه مرميتهاش، عطيتها لوليداتي كلاوها. كنحطها هكا في المول وكنسقيها. تقدروا ديروا القهوه سريعه الذوبان ولا غير الحليب كيفما درت انا، خويت عليها الحليب مزيان. نزيد عليها الطبقه ديال الكريمه وكنحاول غير نقادها شويه من الوجه باش كتجيني الوجه ديالها متساوي ومقاد. ومن بعد راه غادي تغطى، ما غاديش يبقى هكا كيبان. وغادي نديرها في الكونجيلاتور وغادي نخليها حتى كتبرد ليا مزيان وكتشد ديك الكريمه في راسها. صافي من بعد ما بردات خويت عليها الكلاصاج. انا هنا الكلاصاج صوبته بالشوكولا نواغ، سخنت الكريمه سائله مزيان وزدت عليها الشوكولا نواغ، خليتها حتى دابت وخويتها هكا من الفوق. ممكن تعوضوا الكريمه السائله بالحليب الا بغيتوا بنفس الطريقه، كتسخنوا الحليب وكتزيدوا الشوكولا نواغ، اولا كتقدروا تخلطوا دانيت ديال الشوكولا ولا اي دسر ديال الشوكولا مع شوكولا نواغ مذوبه. المهم الكلاصاج كيبقى لكم نتوما حسب شنو عندكم. وزينتها شويه باللوز ايفيلي هكا من الجناب. صراحه كتجي بنينه بزاف، الكريمه غزاله بحال اللي كناخذوا من لي باتيسري. والطبقه ديال الكيك كتجي خفيفه هشيشه بزاف كيفما شفتوا معايا. المكونات ديال هاد الطورطه هادي ولا هاد الكيكه سهله بزاف، اقتصاديه ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه. وهنا وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى تكون عجباتكم. كنضرب لكم موعد في فيديو قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.